يواصل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشاركة الفريق البحريني للترايثلون في تدريباتهم من أجل المشاركة في بطولة شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي، والتي ستقام في ولاية تكساس يوم السبت المقبل. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ارتياحه للاستعدادات الكبيرة للفريق البحريني للرجل الحديدي التي سبقت انطلاقة السباق، وذلك من خلال الاطلاع على كافة التحضيرات والتي تؤكد جاهزية الفريق البحريني للمشاركة في البطولة الهامة، مشيرا سموه إلى أن الفريق البحريني قد بدأ استعداداته بصورة شاملة من البحرين لغاية المشاركة في هذا السباق، والذي يهدف من خلاله كافة أفراد الفريق إلى إنهاء السباق بصورة متميزة مع تحقيق أرقام جديدة وتحطيم الأرقام السابقة، والتي تؤكد مدى التطور الذي تعيشه رياضة الترايثلون في مملكة البحرين. وأشار سموه إلى أن كافة الأمور مهيئة بصورة جيدة للفريق لإكمال كافة المراحل التي يتضمنها السباق، والنظر إلى تحقيق إنجاز جديد للفريق في سباقات الرجل الحديدي، مؤكدا سموه أن الفريق عازم على تحقيق إنجاز كبير ومتميز في البطولة لتأكيد النجاحات التي حققها الفريق في البطولات السابقة وتعزيزها، مبديا ثقته في أعضاء الفريق بتحقيق إنجاز آخر وجديد. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن السباق سيكون مغايرا تماما بالنظر إلى خط السير الذي يمر بمسارات مرتفعة بعض الشيء ومنحدرات، الأمر الذي يشكل تحديا أمام الفريق في طريقه نحو تحقيق الإنجازات، مشيرا سموه إلى أن الفريق وضع خطة فنية لهذا المسار وكيفية تجاوز جميع التحديات والتعامل معها بطريقة إيجابية تضمن للجميع الوصول إلى خط النهاية. وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة في أعضاء الفريق لتخطي كافة التحديات، عطفا على الخبرة الواسعة التي اكتسبوها جراء المشاركة في البطولات السابقة، مؤكدا أن الفريق سيخوض اختبارا حقيقيا في سباق تكساس لتأكيد التواجد البحريني في البطولات العالمية. وأجرى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكافة أفراد الفريق التدريبات الأخيرة في السباحة بالمسبح وتدريبات الدراجة والجري في الشوارع المحيطة بموقع سكن الفريق، وذلك للتعرف على جاهزية الفريق قبل انطلاقة السباق. وفي نهاية الحصة التدريبية التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع أعضاء الفريق وحثهم على إنهاء السباق بصورة متميزة والعمل بكل جد وإخلاص في سبيل تحقيق إنجاز جديد باسم المملكة، مشيرا إلى أن الفريق ومن خلال الخبرة الواسعة التي اكتسبها قادر على تعزيز الإنجازات بصورة تكفل رفع علم المملكة عاليا في مختلف المحافل. ومن المؤمل أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف لاعبي دول العالم من المحترفين والهواة ومحبي هذه الرياضة.